بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء من قناة الشروق، ونستهل الجولة بالعناوين. النائب الأول أو نائب رئيس الوزراء يستعرض في زيارة لواشنطن مسؤوليات الحكومة في الفترة الانتقالية. دبلو يزور أريتريا ويبحث مع سياس تطوير العلاقات بين الخرطوم وأسمرة. وزارة الطاقة والتعدين تتوقع خروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين. أهلا بكم. أكدت وزارة الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى واشنطن تأتي في إطار سعي السودان لتطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال السفير منصور بولاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء خلال زيارته عرضا للأوضاع في السودان على خلفية مسؤوليات الحكومة في الفترة الانتقالية بما فيها الوصول إلى سلام وبناء الدولة وتأكيد الحريات، إضافة إلى طلب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان لأنها تعطل تنفيذ الحكومة لأهدافها وبرامجها. وصل نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو إلى أسمرة عاصمة دولة أريتريا في زيارة رسمية، يرافقه عضو مجلس السيادة الانتقالي ياسر العطا والأستاذ رجاء نيكولا عيسى ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح. وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي اللواء إبراهيم جابر والأستاذ محمد الفكي سليمان ووزير الداخلية والفريق شرطة الطريف إدريس ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان الشريف والأمين العام لمجلس السيادة اللواء أسامة الصديق جاد الله. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بحماية ثورة ديسمبر المجيدة حتى تبلغ أهدافها ومراميها، وقال إن القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحمي وستوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه بتاريخها الناصع. وأضاف أن القوات المسلحة انحازت إلى جانب الشعب من منطلق واجباتها الوطنية وتماسكها، مشيرا إلى تضامن كافة مكونات القوات النظامية في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد عبر التغيير الذي يهدف لبناء السودان دون تحيز أو تمييز، وتعلو فقط قيمة المواطنة التي تعتبر أساسا للحقوق. وحيى البرهان الذي خاطب الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه وعدد من قادة القوات المسلحة، حيا تضحيات منسوبي القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن. دعا حزب المؤتمر الشعبي دعا المجلس الانتقالي إلى تبني دعوة لحوار وطني لإدارة الفترة الانتقالية لا يستثني أحدا. وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح أمينه العام علي الحاج. ووصف الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة في مؤتمر صحفي عقده الحزب وصف قانون تفكيك نظام الإنقاذ بأنه انتصار للذات، مطالبا الحكومة الانتقالية بالاجتهاد في إيجاد الحلول لقضايا السلام والإصلاح الاقتصادي ومعاش الناس. إلى ذلك دعا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي إدريس سليمان إلى بسط الحريات والمحافظة على استقلال القضاء وعدم تسييسه، وطلب بالاقتصاص لضحايا أحداث فض الاعتصام، وقال إن حزبهم يدعو الإدارة لإدارة الفترة الانتقالية دون محاصصة حزبية. أعلن وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية للذهب، معربا عن توقعه بخروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين.
وكشف بابكر خلال زيارته لسوق العبيدية النموذجي وشركة ميرو جولد الروسية للتعدين برفقة والي نهر النيل المكلف عبد المحمود حماد، كشف عن اتجاه قوي لدى زيارته بل لدى وزارته لمراجعة رسوم التعدين والعمل عبر نظام النافذة الواحدة، مشددا على أهمية التزام الشركات المنتجة للذهب ببرامج المسؤولية الاجتماعية. وتعهد الوزير بأن تولي الحكومة المركزية ووزارة الطاقة والتعدين قضية إنتاج الذهب وأسواق التعدين المزيد من الاهتمام وربطها بالخدمات الأساسية. نفذ العاملون بالهيئة العامة لنقابة عمال السودان وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد النقابات لعمال السودان، رافضين القانون الأخير الذي أجازه مجلس السيادة والوزراء والذي يتضمن حل النقابات. وقال الأمين العام لاتحاد عمال نقابات السودان يوسف عبد الكريم إن العمال يرفضون القانون الأخير باعتباره قانونا مجحفا وأن الاتحاد غير مسيس بل يخدم شريحة العاملين، مناشدا المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالتراجع فورا وإبعاد النقابات من القانون المجاز، مؤكدا أن الاتحاد سيستمر في الوقفات الاحتجاجية والتنظيم لذلك في كل ولايات السودان، معربا عن مخاطبتهم لوزارة المالية بزيادة أجور العاملين بالدولة لمجابهة الغلاء. يكون فيها بيانات مناهضة لهذا القانون، كل الاتحادات الولائية إن شاء الله تكون فيها وقفات احتجاجية، هذه وقفة أولى إن شاء الله تتبعها وقفة عليه. نحن من هذا اللقاء الأول نطالب المجلس السيادي ومجلس الوزراء أن يجتمعوا فورا ويلقوا هذا القانون الذي أدخل، أن تخرج يجتمع مجلس. مطلبنا أن نقابات ديمقراطية، لا يمكن أن تبدلت بالتعيين. أي قانون هذا؟ لا يوجد في القانون في الدنيا. أكد المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين اهتمام الجهاز بحماية أنظمة التي البنى التحتية الحرجة من الاستهداف والهجمات. وقال جمال الدين لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة حماية أنظمة البنى التحتية الحرجة تطبيق المعايير القياسية، قال إن التحديات الماثلة أمام أنظمة البنى التحتية تحتم ضرورة التعاون وتكاتف جميع الجهات ذات الصلة لمجابهة تلك التهديدات، مشيرا إلى أن الجهاز عمل منذ وقت مبكر على جمع الجهات الشريكة للعمل في شكل فريق وطني موحد للحد من الآثار السالبة لهذه التهديدات على البنية الحساسة وأنظمة التحكم الصناعية. كما تم تنظيم ورشة تحت منظمة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، فكان بمثابة فتح لآفاق التعاون وتبادل الأفكار وتكوين فريق وطني موحد للوقوف على أحدث التجارب والممارسات المثلى لنقل أفضل ما وصل إليه العالم من تقنيات للحماية. سيرت رجال المقاومة بمحلية شرق الجزيرة بمدينة برانكوا مبادرة من الخيرين ومن الجهد الشعبي، سيرت قافلة صحية وأقامت على شرف هذه المناسبة ليلة ثقافية ومهرجانا رياضي. وقال عبد الله محمد الأمين عضو لجان مقاومة المدينة إن هذه القافلة تأتي بجهد شعبي خالص بالتعاون مع لجان المقاومة، وتحتوي على يوم صحي علاجي مجاني به جميع التخصصات الطبية من طب أطفال وباطنية وعظام وجلدية مع توفير كل الأدوية اللازمة بالمجان، كما سبقتها قافلة طبية في مجال الأسنان الأسبوع السابق، واعدا باستمرار هذه القوافل من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. شنا في الأسبوع الماضي القافلة العلاجية الأولى المعنية بطب الأسنان، واحتوت على طب وجراحة الأسنان وجراحة التجميلية للأسنان، وفي هذا الأسبوع كانت القافلة الأكبر التي تحتوي على جميع التخصصات الطبية من جميع التخصصات طب الأطفال والباطنية والعظام والجلدية مع توفير كل الأدوية اللازمة، كل أنواع العلاج، توفير العلاج اللازم مع المعمل توفير المعمل لفحص كل الأمراض، كذلك
الأشعة المقطعية، يعني عبارة هذه القافلة عبارة عن قافلة متكاملة فيها كل التخصصات مع كل الفحوصات اللازمة مع توفير كل العلاجات اللازمة. نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية جنوب كردفان بالتعاون مع التجمع النسوي القومي ببريطانيا منظمة نسوة، نظم مخيمات لمرضى السمع بمحلية كادوغلي والعباسية. وأكد ممثل التأمين الصحي الإدارة المركزية معمر محمود أن المخيمات ركزت على شريحة الأطفال وطلاب المدارس، ويشمل تشخيص الحالات وتركيب السماعات لضعاف السمع بجانب الخدمات العلاجية، مشيرا إلى حرصهم على تطوير الشراكات مع منظمات المجتمع المدني للتوسع في تقديم الخدمة الطبية والصحية للمواطنين. من جانبها أعلن سهير شريف مدير منظمة نسوة بريطانيا استفادة أعداد كبيرة من الأطفال والطلاب وكبار السن من الخدمات العلاجية والتشخيصية والمحاضرات التوعوية بالمخيم. مستوى القومي دي تجربة جديدة الآن خشينا فيها مع منظمة المجتمع المدني، مركز يونس للسمع ومركز ريم بإشراف مبادرين من بريطانيا قدموا دعم سخي في المجال ده. فكرة المتخيم بتقوم على فحوصات للناس اللي عندهم إشكالات في السمع، وبتتشخص الحالة وبعد ذلك حسب النتائج إذا كانت في حوجة لعلاج بيتحول للطبيب عشان يتلقى العلاج اللازم الأخصائي، أو إذا كانت المشكلة واضحة ومحتاجين لنظارات محتاجين لسماعات بتتركب لهم السماعات بعد الفحص والتأكيد على حالة المريض.